بره دي بعده بيقعد مثلا يعني تبع المواسم بنجيب بدري شويه عشان ايه ينض يستوي، وفي الايام العاديه بنجيب بالطلب بس عشان ايه ما يحدقش في الحر في الصيف. ده شغلنا في الصيف وفي الشتاء. طب في شمال نسيب بقى كام يوم بقى؟ بيقعدوا حوالي 35 يوم. شهر ونص. بالنسبه للجو برضه هو اللي بيحكم عليه. لو الجو حر في الحر بقى بيقعد اقل. الجو حر يعني 20 يوم 25 يوم. الشتاء بقى في الشتاء يقعد اكتر، يقعد شهر شهر ونص عادي. الصيف عشان الريحه وعشان كده؟ لا الصيف عشان الجو بيبقى حر بيسويه غصب عنه. اه بيستوعب. انما الساقعه بتمسك السمكه ما بتخليهاش تستوعب. ده نوع تاني ولا ايه بقى؟ ده اللي انت مصوراه. اشكال الملح الشكل ملحات. اسمع حضرتك؟ استاذ محمد قولي بقى، يعني في السكه انا شايفه حجمه كبير جدا. الكيلو بقى من ده بكام؟ الكيلو من ده ب 80 جنيه النهارده. الكيلو عباره عن ايه بقى؟ كم واحده؟ يعني الحبيتين يطلعوا 2 كيلو، كيلو واحده. يعني قول الكيلو يدخلوا على واحده. تمام. اللي اكبر على شراهه اكتر ولا اقل؟ لا هو الوسط بيبقى يعني متنوع للجميع، انما الكبير مش اي حد يجي يشتريه يعني. دول ناس مخصوصه يعني. طب حضرتك في بقى وريني كده في حاجات ثانيه. اوريك الوسط تعالي معايا. ده ده بقى ايه نظام ال 3 كيلو ولا ايه؟ كيلو 4 من ده؟ اه 4 حبات من ده كيلو. ورا بيضة. كم بقى كيلو من ده؟ كيلو من ده ب 50. 50؟